سيارتنا الآن إلى قلعة أربيل. قلعة أربيل تعتبر من أقدم القلاع معمورة، بنيت تعتقد الأبحاث أنها من 5000 إلى 6000 عام قبل الميلاد. هذا مدخل القلعة كما تشاهدون على كردستان. نبدأ الدخول إلى المتحف. حياكم. السلام عليكم. هذا الموقع قسم الأحجار الكريمة اللي من كردستان، ها؟ طيب وهذا قسم آخر العاج. الأحجار والأحجار الكريمة، المتحف الوحيد في كردستان والعراق، الثاني على شرق الأوسط، متحف متخصص بالأحجار الكريمة. ما شاء الله تبارك الله. نتيجة ايش؟ من الصواعق؟ صواعق النوازل. هاي لها قصة طويلة، يراد لها وقت. الرياح والتعرق. قبل آبائنا وأجدادنا مثلاً، هاي معروف الرحى جاو المعروف يمكن هنا الموقع نسميه، لكن هاي يمكن مو معروف يمكن. لا تعمدنا إنه لا يكون متحف علمي فقط، فنتذكر تاريخنا المؤلم إذا، وبما أن اختصاصنا أحجار جبنا حجر سوينا رمز. هاي أحد القنابل الكيميائية اللي ضرب حلبجة، يعني حقيقية. حقيقية. ما شاء الله. سنة بقايا. 16/3/1988. نعم. اللي قتل 5000 كردي بريء خلال دقائق، وجرح أكثر من 10000 ومئات الألوف من المهجرين المتشردين. هنا كنا المتحف عالمي، نفكر عالميا علميا، لكن هنا نفكر ككردي 100%. هاي احد القنابل الكيميائيه اللي ضرب حلبجه 16/3/1988، قتل 5000 كردي بريء خلال دقائق، وجرح عشرة آلاف واكثر من شيء. احنا خلينا هاي القنبله على قاعده مربعه مصبوغه باصباغ الربيع، الربيع خربوا علينا الربيع، على قاعده مربعه فيها اربع اعمده، كل اربع يمثل أربع أجزاء كردستان، كل عمود 25 سنتيمتر، يمثل أربعة يمثل متر واحد سار واحد، هاي ككل أفكار. خلينا كل أعمدة من الشعر الأبيض علامة الشهداء كردستان في كل جزء، خلينا حلبجة بالوسط كرمز الشهداء كردستان كله. من ضرب القنبلة الكيميائية على حلبجة جاب يوم أسود على حلبجة، وهدام على اليوم الأسود اللي هو التعازي إلى 91 وانتفاضة والحرية، وبالأخير ظل حلبجة مرفوع الرأس فوق كثير. ما شاء الله. الإنسان الشرقي يهتم بالحجر الكريم خلال السباح والمحارس، والمرأة الشرقية تهتم بالحجارة الكريمة من خلال هذا الأسعار.
صراحة القلعة من الداخل تراثية ومبالي كبيرة وفيها إطلالات على مدينة أربيل. خلينا نشوف لما طل الجهاز. مقابل القلعة هناك ساحة النوافير والسوق في أربيل، إطلالة من فوق على المكان جميلة جدا. هذه الأسواق المحيطة القلعة، محلات كوفي وقهوة وسيارات. مقاهي جلسات على طرف القلعة. المقاهي في أربيل تاريخية تراثية، فيها جلسات قعدات حلوة. شوف التصوير. تشرب شاي وتلعب طاولة. ما شاء الله تبارك. هذه لعبة الطاولة ويلعبون. هاي طاولة يصير اللعبة. أي طريقتها؟ طريقتها انه انا ابيت هنا، معناته انه انا لازم اجمع الحجر مالتي اللي هو لونه اسود، اجمعه اجيبه كله هنا. حلو تمام. هو اللون الابيض وين يجمعه؟ يجمعه هنا بهذا المكان. يا سلام. تمام. فهسه هو شو يسوي؟ ياخذ زار. راح اخذ زار. هذا يسموه زار. وهذا هو ياخذ زار وانا اخذ زار. يلا ونبدي نشمر. انا طلع لي رقم 4 اللي هو اسمه جار. راح العب الاول. هو راح يلعب الاول لان طلع له بنج 5 اكبر. اكبر من عندي. هسه راح العب. هو راح يلعب. هاي طالك. لحظه طالك. 6 6 جهار ودور. اي وش تسوي؟ بيت هناك خفلت. ليش ما اخذت 4؟ السوى باوع. خل اعيد لك الحركه. السلام عليكم. ما شاء الله. وش هذه؟ وين اللي مضبوط؟ لا الله، انت اللي مضبوط. طيب عطني هذا. هذا تحلوه وانت ماشي على الطريق بس جلسات كذا.